النهاردة الاثنين 13/4 قبل عيد ميلادي بيومين، وانا قدام محل من محلات سلسلة 101 الشهيرة في تركيا. وزي ما انتم شايفين هدخل دلوقتي نشوف الدنيا اخبارها ايه للمعيز اللي بيقولوا ان تركيا مفيش فيها اكل. لو هتلاحظوا هنا كمان عاملين عروض بمناسبة رمضان، الناس اللي بتعرف تقرأ عروض، والدنيا عادي وزيت وطحينة وعسل وبسكوت والدنيا زي الفل. خلينا ندخل جوه كده ونشوف المجاعة اللي احنا فيها هنا. شايفين نخس ازاي؟ عيش خضار وفاكهة وعين جمل. خضار وفاكهة عادي جدا. بسكوت، شوكولاتة، كل الرفوف الحمد لله مليانة. ده لبن، كل ده لبن. في كندا بقالهم ايام بيرموا اللبن في المجاري اعزكم الله، لان مش لاقيين حد يوزعه او يشتري. زيوت، مفيش حاجه ناقصه خالص. هو اللي عارف محلات بيم في مصر، النظام هنا نفس القصه، بيبقى عندهم مخزن وبيعبي الحاجه على قد السحب، يعني بتبقى كرتونه بس اللي محطوطه، تخلص يوم جايب من جوه تاني. ولا في تزاحم ولا اي حاجه. سكر، دقيق، مكرونة عادي جدا. مية، شيبسي، مكسرات كمان لو عايزين. مية، وادي الجبن والسوسج والحاجات دي، كل حاجة الحمد لله متوفرة ومليانة. حتى أكل القطط موجود، الثلاجات مليانة وفي عروض كمان. تويلت بيبر اللي العالم كله بيتقاتل عليها. التلاجة مفيش فيها مكان. في عروض على الايس كريم كمان، وزي ما انتم شايفين مفيش اي شكل من اشكال الزحام ولا التقاتل ولا اي حاجة. فاهمين يا معيز؟ بس يا سيدي خلصنا شراء من 101، تسوقنا وفي الشنطة اللي على ظهري دي مليانة حاجات بدون أي مشاكل في دقائق معدودة، والناس خارجة وداخلة عادي جدا. ألو، وتحية للمعيز. بنكمل الجولة في سلسلة محلات تانية، دي باش جنبة، وبرضه زي ما انتم شايفين كل حاجة موجودة. نصنصن؟ ايه انسان نصنصن؟ الحمد لله. ايه؟
كل حاجه موجوده وبرده مفيش زحمه ولا اي حاجه. ده بس جنبه تخلى شهره شويه من 101 بس سوبر ماركت كبير برده. هندخل جوه نشوف الدنيا عامله ازاي. الارفف مليانه زي ما انتم شايفين وفي عروض كمان. دي الحاجات بتاعت اللي جبتها من 101. كل حاجه موجوده الحمد لله. حلاوه طحينيه بالشوكولاته، فطير تركي، ثلاجة اللحوم والدواجن والحاجات دي مليانة. العيش موجود بس لاحظوا ان احنا بعد المغرب فالناس خدت كل احتياجاتها، يعني بيفنشوا هنا. دقيق، سكر، ده سكر، شاي طبعا، مكرونة وحبوب وحمص وعدس ورز ومكرونة طبعا وقهوة. احنا عايزين قهوة، 2 قهوة. البيض زي ما انتم شايفين، ثلاجة الجبن، الزبادي، الزبدة، اللبن، العصاير، العسل، الزيتون، كل حاجة الحمد لله متوفرة، مفيش أي نقص تقريبا الا اللي بيتسحب في خلال اليوم، يعني تاني يوم بيتجدد فور. في كمان منتجات رمضان هنا، كنافة، بقلاوة وكنافة وبسكوت وتين مشمش تمر طبعا، تمور ومكسرات. بس مش هطول عليك اكتر من كده. تحية تانية للمعيز، و لا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.